سيد، رأي حضرتك ايه في فتحي مبروك بوضوح؟ لا يعني لو اتكلمنا، يعني الواحد ما كانش عايز يدخل في كلام على كابتن فتحي، انما الكلام اللي قاله في المؤتمر بكل امانه يعني صعب جدا. هو اتكلم في حاجتين ثلاثه، قال قله الخبرات، واحنا معاه كلنا فيها، ان عنده عدد من اللعيبه لسه صغيرين، عدد من اللعيبه قليل، ان هو اتكلم على حارس المرمى غلط جدا. لما مدير فني بعد المباراه يتكلم على حارس المرمى، انت طبعا عندك 3 تغييرات، انت الراجل المدير الفني كنت ممكن عملت تغيير بين الشوطين طالما انت شايف ان هو مش موفق وحالته يعني زي ما هو قال ان هي سيئه واثرت على الفرقه، كان سهل جدا ان هو يخرجه بين الشوطين. انما نتكلم يعني قال لك انا ما بلعبش زون ديفنس، انا في لقطه طلبتها من ياسر في الدقيقه 9، الدقيقه 9 من الشوط الاول، 9 لعيبه من الشرطه واقفين اصلا قبل نص الملعب بحوالي مثلا 5 يارد او 10 يارد، ازاي؟ لا كلام غير منطقي بالمره. تاني حاجه، في بعض المديرين الفنيين بكل امانه بقى يعني الكلمه دي بصراحه، جوه النادي الاهلي الوضع مختلف، يعني ممكن تنجح مع النادي الاهلي انما انت تروح تنجح مع فرقه قدام حضرتك اهو. معنا خبر عاجل، كابتن جمال غندور يقترب من رئاسه لجنه الحكام، دي الهجمه اللي حضرتك طالبها. لا انا كنت طالب قبلها بشويه كده، كان عدد من اللعيبه، او لو كملناها شويه في الدقيقه 9 يا اسطى. الراجل بيكمل بس واحد وكنت طالب دي كمان يا كابتن. طب اكمل لك كلامي بس بالنسبه للكابتن فتحي، يعني وانت جوه النادي الاهلي ممكن تنجح لان عندك الامكانيات وموجوده، انما نجاح المدرب او امكانيات المدرب بتبان فين؟ في الاماكن اللي ما فيهاش امكانيات، يعني ما يكون عندك عدد من اللعيبه قليل، لا انت كمدرب بصمتك بتبان. احنا اللي شفناه النهارده، لا كابتن فتحي مبروك سبب رئيسي من اسباب الخساره النهارده، يعني تدخلاته كلها غلط، التغييرات كلها، حتى هو ما قال على حارس المرمى انا ممكن اغيره، يعني عادي، ما هو التغيير يعني اكيد هو معاها حارس تاني حتى لو هو ده الحارس الاساسي، بس بيمر بحاله غير طيبه ومؤثر على اداء الفرقه، سهل ان انا اغيره. حتى الشكل جوه الملعب، يعني في فرق كابتن سيد ان انا دافع او هاجم والكلام ده، وبين التنظيم جوه الملعب، التنظيم مش موجود، واضح ان الفرقه ما بتتمرنش على حاجه. وبعدين حتى النادي الاهلي لو انت اتفرجت عليه المباريات اللي فاتت ما بيلاقيش المساحات اللي شايفها النهارده، يعني كل اللعيبه، هات لي لعيب مثلا من النادي الاهلي الكره الوحيده اللي ضغط فيها لعيب اللي هي الهدف الثاني اللي رامي ربيعه بيطلعه، الراجل ضغط عليه خدها، انما معظم الوقت هتلاقي رمضان لوحده، وليد لوحده، هتلاقي ايفونا بيروح، عبد الله سعيد بيستلم في نص الملعب، هات الجون بتاع صالح جمعه واتفرج على عدد اللعيبه اللي بتضغط عليه، حوالي 5 6 لعيبه ما فيهمش واحد قرب منه خطوتين ثلاثه. ده حاجات في التمرين، يعني دي حاجات في التمرين، دي في الدقيقه 9 لو كملناها كمان هتلاقي الهجمه ماشيه مع النادي الاهلي. شوف كام لعيب من الشرطه، ده مش زون ديفنس، ده في الدقيقه 9، ده لسه في الدقيقه 6 او في الدقيقه 6 كمان، فانت بتتكلم ده انت بادئ من بدري قوي ومخلي النادي الاهلي عندك في نص ملعبك من السنطره. فانت لا يعني واضح فرقه الشرطه النهارده اداء غير جيد حتى في ظل الاهداف اللي جابوها.